اهلا وسهلا فيكم يا ابطال كربوش تي في. وقبل ما نبلش لا تنسوا لايك وشارك لما احكي واشتركوا بالقناة وفعلوا دل الدرس سريع. ويلا نبدا تحدينا جو. اليوم مثل ما كنتم شايفين معنا هون صورتين مختلفات، رح يطلع لنا صورتين مختلفات، والتحدي هو بين ليس وعبد المؤمن. اللي بيعرف الفرق بين الصورتين اول شيء رح ياخذ نقطه. اذا بدكم تفهموا التحدي خليكم معنا. ومعنا هلا اول صوره، طلعوا شو وين الفرق بالصورتين؟ انا عرفت. انت عرفت؟ انا عرفت. كويس، هلا بس خلص الوقت عشان نعطي فرصه للجمهور نشوف الجمهور دي يعرف لا. يلا يا ابطال كربوش تي في، عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ انا عرفنا عرفنا عرفنا. وانتوا عرفتوا؟ انا عرفت. الفرق واضح بالصوره، بسيطه هاي الصوره. بس والله انا بتزول لقيته. هلا اذا عرفتوا بس اقولكم وينه بتقولوا اشوف سوا. واحد اثنين هون هون هلا هلا استنى شوي الجواب هون 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 هون, 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 هون. ايه تمام مزبوط، حتى عليها دويره ايه حمراء. مزبوط مثل ما قالوا عليها دويره حمراء. هلا بنروح على الصوره اللي بعدها. هلا بقى القلق والقلب دق. هلا الصوره اللي بعدها الصورة اللي بعدها. يا ربي انتوا معنا؟ ايه ايه. لا اللي بيعرف لا يقول، وانتوا اذا عرفتوا لا تقولوا لنا، خلوها بقلكم. وين الفاروق؟ وين الفاروق؟ وين الفاروق؟ وين؟ اين الاختلاف؟ اين الاختلاف؟ يلا يا حمودة يلا يا عبودة، وين الاختلاف؟ وينه؟ انتوا عرفتوا؟ لا عرفت. عرفت؟ كويس. وين عبودة؟ بس يمكن غلطان بالي هون. غلط. وين اللي جاء؟ وين اللي وين؟ وين أمان؟ قربت عبودة قرب، عن جد قرب، أنت ليس؟ خلاص. معناتها هلا نجيب ورقة وقلم. بنجيب ورقة وقلم. هاي حمودة. وين؟ وهي عبودة. حمودة أخذ نقطة. واحد وعبودة أخذ نقطة. هلا رح نشوف الاختلاف بيناتهم، عرفتوا انتوا ولا ما عرفتوا؟ الجواب بدي ابكي. الجواب 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 وين؟ ايه لكن هون شوف هون هون ما في هون ما هون ما في حديدة، هون في حديدة. يا الله معناتها هون بنحط اثنيناتهم غلط. لك هيك قد طيب معقول انه هيك قد الاختلاف؟ هلا الصورة الثالثة، هي الصورة الثالثة. عرفتوا وين الفاروق؟ لا انا عرفت طبعا، انا عرفت وين الفرق. رح نوقفها. انتوا يا جمهور يا مشاهدينا الاعزاء عرفتوا وين الفرق؟ يو معقول ما انا غلطان؟ كمان اثنيناتهم ما عرفوا، هذا الملف ما شافوه قبل هالمره، يعني اول مره بشوفوه. اول مره كمان اثنيناتهم. هذا الدليل انه ما عم نعرف. اثنيناتهم صفر صفر. هذا اول ملف بيساووه، اول ملف لنا في هذا بهالمجالات بالفرق بين الصورتين. رح نشوف هلا الفرق بين الصورتين. هو بعمود الخشب اللي وراهم. شوف العمود، هذا عمود هون طويل، عمود هون قصير. عمود الخشب اللي وراهم بعرف لان الشغلات صغيره صغيره. هلا رحنا على الصوره الرابعه. هلا رح نروح على الصوره الرابعه. لنشوف مين ميناتهم بيعرف الفرق. يلا الصورة الرابعة. هدوء، وانتو كمان فكروا بهدوء. عرفتوا؟ لا. المشاهدين عرفتوا؟ هلا بنشوف الفرق. ما عرفوا كمان اثنيناتهم غلط. وبطلع هيك هلا بطلع. شوف الفرق، الكرتونه من تحت هون مشوقه هون ما مشوقه. كيف بطلع الكرتونه بس هي تمام. معلش معلش، هو هذا اول من اول طلعت باللدقات وحطيت. هلا انا كمان انا كمان انا كمان. هلا الملف الخامس. كم واحد منه؟ 10. وين الفرق هون يا كربيت يا ابطال كربوش تي في؟ لا تقولوا اصابعكم، كل مين طلع بعينيه لا حدا يمد اصابعه. وين الفرق يا ابطال كربوش تي في؟ اين الاختلاف بين الصورتين؟ هل عرفتم؟
تحتاج الى قوة ملاحظة. هلا رح نشوف الفرق. اتوقع يمكن بالعينين هون. انت تعرف؟ لا والله بتم. يا هون له سنين هون ما له سنين. يا الله. معناتها اثنيناتهم ما عرفوا. هلا رح نروح على الملف السادس. هلا الصورة السادسة. السادسة فكروا وين الاختلاف؟ أين الاختلاف؟ أنت تعرف؟ والله ما بعرف، عم بطلع الله مثلكم، بس متهيألي كان سهل الاختلاف هون. عرفته. خلص عرفوا ليش؟ هلا بنشوف. ما عرفته. عبودي ما عرفوه. عبودي ما عرفوه، بنعطيه مثلا هون إكس. ليش؟ طب يمكن هون. صح. عرفوا ما في الخيال هون ما موجود، مال الخيال مال إيد مو موجود. يعني أوه. شوفوا هون معناتها صار نقطة ليس نقطة زيادة. شوفوا هون خيال ايد مو موجود. هلا رح نروح على الصورة السابعة. سابعة. انا وليس صفر. يا ربي ادعولي انه انا عبود، مو تحبوني ما تحبوا ليس. هلا الصورة السابعة. أين الاختلاف يا أبطال كربوش تي في؟ أنا لقيته. لقيته أنا. ماشي. لقيته. لا عبد المؤمن. لقيته. وين؟ هون. ايوه ما له شعر. ما له شعر، واحد له شعر واحد ما له شعر. معناتها السابعة ليس بياخذ نقطة وعبودي ما بياخذ نقطة. مثل ما كنتم شايفين الشعر. الاختلاف هو هنا في شعر هنا ما في شعر. هلا رح نروح على الصورة الثامنة. هلا الصورة الثامنة. لا ايضا. انا ايضا. لا اثنيناتهم. يلا انتوا عرفتوا وين الفرق؟ عبودي عرف هالمرة. انتوا عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ انا عرفت. عبودي اول قال لانه هو العيون. ايش بالعيون؟ ايش بالعيون؟ مختلفة باللون. ايوه بس الفاز هو عبودي لانه هو عرف الاول. ايه معناتها هلا نقطة لعبودي وليس غلط. هلا رح نروح على الجولة التاسعة. رح نشوف اول شيء الجواب. رح نشوف الجواب. في خفي بالجواب يعني. صعب. هون اختلاف بالعينين مثل ما قلت لكم. هون لون العينين هون لون هون عسلي هون والله ما بعرف ايش هدول لون عيني هون. هلا رح نروح على الجولة الصورة التاسعة. عم بقول جولة اخر على التحديات. عرفتوا وين الفرق؟ انت تعرف؟ عرفتوا؟ انا عرفت. عبودي عرف. عبودي عرف. لا ما عرفت. ركز عبودي. ركز. عرفتوا؟ على الجواب. الاختلاف هون ورا. ما عرفت كني. يمكن عرفت. عرفتوا؟ هون ما في، هون في واحد شخص ورا بالخلفيه هون ما في. معناتها هلا اثنيناتهم بياخذوا غلط. هلا على الجوله الصوره العاشره والاخيره والحاصله. ايه يلا. اوه كبيره. يا الله هلا وين الفاروق؟ وين الفاروق؟ انا الفاروق وين؟ ولا ما بعرف. الصوره العاشره الفرق وين؟ الفرق وين يا كربيج؟ يا كربيج؟ يا ابطال كربوش تي في وين الفاروق؟ هيا عرف ليش. وين الفاروق؟ ايه؟ عرفتوا؟ لا هلا بنشوفه الزر. يمكن في اختلاف بالزر هون. الزر زره هيك الزر اللي بيطلع. هون ما في، هون في زر، هون ما في زر. وهون اثنيناتهم بيكونوا ما عرفوا. طب ليش الفائز؟ والفائز هون طبعا ليس. الفائز ليس بنقطة فرق عن عبودة. عبودة كمان كان
وقريب كتير من لايس بنقطة واحدة بس. يعني لايس أخذ 3 نقط، عبود أخذ نقطتين. النقطة كان بصير تعادل بيناتهم، بس الفائز هالمرة هو لايس. بس كتير صعبة. يعني شوفوا 10 3 صح، 6 7 8 غلط. ولهون بيكون خلصت حلقتنا لليوم، لا تنسوا تعطونا لايك.